تعد بلدة بوسمغون البلدية الوحيدة التي ينطق سكانها بالأمازيغية في ولاية البيض المشكلة من 22 بلدية. سكان بوسمغون هم أصلين من سكان زناتا اللي كانت توجد بكثرة في الغرب الجزائري، جاءوا من منطقة منا وجدوا الماء واستقروا في هذا المكان، وإلى يومنا هذا هم مستقرين في هذا المكان، تتواجد فيه كثرة المياه وبناءوا البيوت نتاعهم وسكنة تاعهم بالمواد المحلية الموجودة هنا. إلى يومنا هذا ما زال محافظين على عادتهم وتقاليدهم ولهجتهم إلى يومنا هذا. تاريخ هذه المنطقة قديم جدا، هي في الأصل مجموعة قصور لعوائل تطل على واحة خلابة وجنان متنوعة الأشجار، أما اليوم فلم يبقى منها سوى قصر واحد يواجه تداعيات الزمن. البلاد هذه كانت تسمى بواد الصفاح، علاش؟ خاطر كي تهود في وادها تلقاها عامرة بحجرة مصفحة. بصح هذه البلاد كذلك كانت تسكن فيه سبعة قبائل، أتنقيت، أتموسى، أتنزار، أغرمة والسال، وهاد القبائل تقريب قاع انضاطرت ومشات ودروا قعد قصر واحد في بوسمغون، هاد القصر اللي قاع جمعهم، وهاد القصر دروك رانا نسموه بوسمغون. وهاد التسمية منين جات؟ جات على اسم واحد رحالة جاي من الغرب، كان هنا استقر في بوسمغون، أقعد هنا، أقعد مع جماعة والفوه، كي مات تسمت عليه بوسمغون. حافظ سكان بوسمغون على موروثهم الثقافي والاجتماعي، فإلى اليوم لا تزال عادة التويزة تجمعهم، وهذه الصور تجسد عملية ترميم جدار منهار داخل القصر العتيق. هذه موروثة من عند الأجداد، راها عندنا في قرون، والحمد لله ما زال متحافظين عليها. تويزت كاع وقيس حقن وعميس، هادي شرز إن غادي خدمت الطاوين، إن غادي سكسور، كل انت مع وانديس. تويزة نديروها في كل موسم، الموسم نتاع الشتاء نصلحوا فيه الجنة نتاعنا، والربيع نخدموا العيون نوجدوهم للصيف خاطر يكون الحموان، وفي الصيف نحصدوا مع بعضنا وندرسوا. في بوسمغون احنا كاع ما يجيش طعم من برا، نبركشوا غير احنا، نعرف نجيبوا 30 مرار 40 مرار وتقعد تبركش، نوجدوا جوج قناطر اللي نبركشوا، نجيبوا جوج قناطر ونحطوهم هيا، غير وحده تفتل، وحده تغربل، وحده تفور، وحده تحتت، هذا السيور نتاعنا، نوجدوا العرس. التويزه نتاع العمران تاني كيف كيف، نضربوا الطوب في الصيف بارتان باش ينشف خاطر في الشتاء ما ينشفش، واللي عنده شصور طايح له ولا سحق خشبه نهرسوا ندخلوا نجيبوها له، ولا خاصه القرناف كاين اللي ينوض يتطوع يجيب له القرناف، كل حاجه اللي خاصاته كل واحد متطوع بحاجه، كاين اللي قلع خشبه من داره وعطاها لبن عمه باش يسق معاه داره. لمناسبة يناير أهمية بالغة يوليها السكان، فهم كغيرهم من الجزائريين يحيون هذه المناسبة وفق طقوس يورثونها لصغارهم. أسقاس جديد نتيك ثلاث أيام، أيام أس قرنت البزاط النخ بحت نتقوبا، دواس قرنت وديانيان أنت والقش نخ نسيريد نقغزر تينو دادي تسكسود كان سيريت يغزر، كنت نويتني نوي ينيان نصبخون ينيان يمودان ما دون سيال وما دون سيال نصبخنا ونها تيدور النخ، هيا كنت قنشلي هيا البزات النخ، وكنت راح انت دور كل الحواش قامت خالتي وشيت سبعينو خالتي حديتو تشاسني من دي حديتو تشاسن تيني حديتو تشاسن الرمان، هيا كنت اسنت داوينتت وكود نسخسون نقشوش نسخ سايباوون درمان أداد الحمص ديردن نسخ ساتن وكنت تقزيس ندير العام أيانتك بطاطا زرورية اللفت إيباوون
الحمص يرجد. من مظاهر إحياء يناير في بوسمغون قيام الصبية بحفر خنادق دائرية ويسقفونها لتأخذ شكل بيت، وفي يوم الاحتفال يأتون بالأكل ويتناولونه بداخلها. شنين نبحت قصقوبة ناير لنسوجاد يا 11-12 جانفي باش دين مشلوق قصقوبة هيد العادة نخص تقاليد. انت ويد وتشون نخ تقديس بوان تقديس بطاطان تقديس الحمص تقديس تملالين اي كل جين يوقق تقبونت الناس يتتديس اي بعد كنت شعل العافية نشن في ديس بطاطا. هذه العادة تسمى إقوبان، لها دلالة تربوية واجتماعية. هاد اللي ما تندالش عابة، هاد ولادنا نعلموهم المسؤولية. بداية الأمر يبني هذه الحفرة أو تقبون كأنه يبني دار مستقبلا، ونعطوه الماكلة ويتكل على نفسه. ومقابل المسموح به من أفعال في يناير ثمة ما هو ممنوع القيام به. أولا المرأة إذا كانت تنسيش تقف على المنسج تاعها، وثانيها إذا عندها كاش تغسل ما تغسلش في ذاك اليوم، وثانيها إحنا ذاك اليوم دائما تفائل خير كل شيء جديد، حتى أننا اللحم إذا كان عندنا ما نديروش في ذاك اليوم. علاش؟ نجتنبوا الاقتتال والحروب، وثانيا إحنا معروفين باللي ناكلوا الحار، في هذاك اليوم ما نديروش الحار، الفلفل الحار. علاش؟ باش نجتنب إن شاء الله ما تكونش سنة حارة. كرم الضيافة عنوان أهل هذه البلدة، وأوجه الكرم لديهم عديدة، بدءا بعبارات الترحاب الجميلة وتقديم شتى صنوف المأكولات. بوسمغون معروفة بالكرم منذ القدم باعتبارها منطقة عبور للعديد من الحجاج اللي كانوا يمشوا للحج، والسكان من الصحراء يطلعوا للشمال. مظاهر الكرم متعددة. الأكلة المفضلة في بوسمغون هي الكسكسي، الطعام كما نقولوا احنا، والطعام هذا عنده ميزة خاصة، يعني اللي ياكل الطعام تاع بوسمغون لازم يولي لبوسمغون، والطعام تاع بوسمغون مصنوع محليا، احنا ما نجيبوش نشروه الطعام، المرات تفتلوه في الدار وتاكلوا سير بلاصة. هنا في بوسمغون السكان كانوا يعينوا شخص في المسجد هو اللي يقوم بالضيافة نتاع البلاد. كي يشوف ضيف يمشي عنده يقول له ودي واش عندك، وين تسير ولا والو، كي يقول له ما عنديش هو يعرف وين يديه، يمشي يطبطب في دار ويقول لهم تهلوا في هذا الضيف، استقبلوه مليح وراه ضيف عندنا. وهذا الشخص يقول له ما زر، هو اللي يستقبل الضيافة ويديهم، وما سمحتش فيه الجماعة، قالوا له استقبل، قالوا له انت شد لينا الضيافة هذه، استقبل لينا الضياف وحنا نخلصوك من الفلاحة نتاعنا. يخلصوه كل منين يجمعوا الزرع نتاعهم والتمر، كل نادر يعطوه منا 10 كيلو زرع. كرم الضيافة في بوسمغون يبلغ ذروته إذا ما أمرت ربة البيت بتحضير المخلع، وهي أكلة بسيطة لكنها عزيزة، ولا تحضر إلا للضيف العزيز. هاد الماكلة مربوطة بالمعزة والمحبة، علاه فيها مشقة للمرأة يعني باش تخدمها، راهي ماشي سهلة. المرأة راهي تاخذ مشقة باش طيب هاد المخلعة، هادي يسموها المخلعة، راه فيها الشحم، فيها الخضرة مثلا كيما الزرودية، البصلة، وتطحن وتدق الاخر الشحمة، الشحمه وتعجن العجينه وتطيب وتقلب، ويعني فيها عده عمليات اللي ديرهم.
هذه هي بلدة بوسمغون بتراثها المتنوع الذي خرج من ثنايا هذا القصر العتيق لتتلقفه الأجيال وتحكيه بلغة أمازيغية قحة يتقنها الكبير والصغير. أصل عشرة زايدة الستة 12 عمره حلا يتودى وسواز 56 ما نخلق يزن ونقد زرقين تبديت خمسي ونتفور غشي فوقي واد الموت يقوي صح ويسريد العقل والنظر